زي ما حضراتكم شايفين دائما سفراء مصر في كل مكان. الحقيقه دائما بيكون ليهم طله كده مختلفه، وخصوصا لما يكونوا بقى اهلاويه وبيحبوا النادي الاهلي زي سياده السفير، وبيحبوا كل الانديه المصريه. يعني انا مش عايزه، لكن سياده السفير شريف عيسى واحد من الاهلاويه اللي بيحبوا النادي الاهلي جدا جدا، فانا بشكره طبعا على الكلام الجميل اللي قاله، واتمنى طبعا وشرف ليا ان انا اكون متواجد مع بعثه النادي الاهلي، ولكن ظروف الشغل بقى والامور دي كلها يستحق التكريم. سياده السفير شريف عيسى يستحق كل التكريم وكل التحيه للمجهودات المبذوله منه ومن كل ابنائنا في السفاره هناك لتذليل كل العقبات للنادي الاهلي.